لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. الحقيقة السؤال الذي ورد إلينا من كثير من الشباب مما يسأله الشباب هو حكم شرب الحشيش، هل الحشيش حلال ولا حرام؟ والجواب عنه من غير زعل خالص، شرب الحشيش وتعاطيه حرام. ليه بقى حرام؟ لأن الحشيش ده نبات، وهذا النبات يسكر، ممكن يكون ما بيسكرش بمعنى السكر بتاع الخمور، لكنه يؤدي عمل أحد أهم أعمال التي يقوم بها المخ أحيانا، فبيزود المادة اللي بتتفرز دي بالطبيعة أنت بتديها للمخ من الخارج، فيضطر المخ أن يعتمد عليها. وفي هذا الأمر هو مخالفة للواقع ومخالفة للفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، وبذلك يحتاج الإنسان ويتطلب إلى هذه المادة بكثرة، فيكثر منها كثيرا، فتؤدي به الأمر إلى عدة أمور. الأمر الأول أنه يدمن ذلك الحشيش، فلا يستطيع أن يهدأ إلا إذا شربه، وهذا أمر محرم. الأمر الثاني أنه يؤثر في أعصاب الإنسان، فيجعل الشخص عصبي متنرفز على طول وبيتنرفز بسرعة، وهذا أيضا أمر منهي عنه في الشرع كذلك. الأمر الثالث أنه تدخل في مكونات الإلهية في تكوين الإنسان، ربنا كونه الإلهي، والمواد التي تفرز بطبيعتها انت رحت دخلت فيها، ولذلك فهذا النبت محرم حرام. ولذلك جاء في الحديث ان هذا المال خضرة حلوة، يعني معنى كده ايه لما يقول ان هذا المال خضرة حلوة؟ ان في خضرة مش حلوة اللي هي نبات البانجو، نبات الحشيش، نبات المخدرات، كل ذلك اشياء ليست بحلوة. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا المال خضرة حلوة، بعدين قال ايه؟ قال وان كلما انبت الربيع يقتل حبطا او يلم، يعني ايه؟ يعني ان النباتات اللي بتنبت حتى في الربيع في شهر الربيع يعني مش كلها صالحة للانسان ومش كلها نافعة للانسان، منها ما يضر ومنها ما لا يضر، وعلى هذا فكان الحكم بان تعاطي الحشيش محرم فلا تفعلوه. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.